منذ أن كانت لعبة مصغرة تعريفية بجهاز بلايستيشن 5، وقت الإطلاق وقع الناس في حبها كثيرا، وبدأت تصدر أصوات تطالب تحويلها إلى لعبة حقيقية كاملة. رغم مرور وقت طويل على ذلك، إلا أن سوني في نهاية المطاف حققت حلم اللاعبين وأعلنت عن أستروبوت جديدة. هذه المرة لعبة حقيقية كاملة بمراحل عديدة وعوالم لاكتشافها وأفكار لعب ممتعة قضينا معها ساعات لا تنسى. الخبر الرائع لكل من أحب النسخة التجريبية، كل شيء هنا عبارة عن توسعة لما رأيتموه فيها، لكن مع العديد من الإضافات والأفكار المثيرة. ولمن لم يلعب النسخة التجريبية، دعونا نخبركم أنها لعبة منصات بلاتفورمينج، بطلها رجل آلي صغير يعيش في عالم بلايستيشن، حيث يتجول الفضاء لمحاولة إصلاح جهاز بلايستيشن 5 عملاق تناثرت قطعه بين الكواكب بفعل رجل فضائي أخضر مشاغب. اللعبة تعتمد البساطة مبدأ لها، حيث أن التحكم لا يتجاوز 3 أزرار تقريبا، زر للقفز وزر للضرب وأخيرا زر لتفعيل القدرات الخاصة. نعم، هناك ما نعرفه في عالم الألعاب بالباوربس، وهي قدرات خاصة تعطي البطل إمكانية تنفيذ حركات غير معتادة، مثلا القدرة على التحول لكرة منفوخة والطيران في الهواء، أو القدرة على الحصول على أيادي ملاكمة وتدمير الحواجز، وفي عديد غيرها من القدرات اللي ما نبي نحركها عليكم اليوم. مراحل اللعبة خطية ولها نقطة نهاية والعديد من نقاط حفظ التقدم على مر الطريق. في اللعبة ضربة واحدة كفيلة بإنهاء اللعب، بحيث لا يوجد عدات صحة HP بأي شكل من الأشكال للبطل، لكن هذا ليس مزعجا إطلاقا، لأن اللعبة خطية ومقسمة إلى أجزاء صغيرة. في كل مرة تخسر بتعيد اللعب من مكان قريب جدا. الأعداء في اللعبة منوعين ولهم طريقة هزيمة مختلفة، بعضهم يعتمد هزيمته على أحد القدرات الخاصة المربوطة في المرحلة نفسها. الجميل في اللعبة أنها عرض ساحر لتاريخ بلايستيشن الراسخ في أذهان العديد من اللاعبين. بتجد العديد من العوالم مربوطة بألعاب سابقة من عالم بلايستيشن. بالإضافة للعوالم، عندنا 300 رجل آلي صغير تقدر تجمعهم، بعضهم رجل آلي عادي والبعض الآخر رجل آلي بزي أحد الشخصيات التاريخية لألعاب بلايستيشن، سواء كان ألعاب طرف أول أو ألعاب طرف ثالث. التجميع أمر أساسي في تجربة اللعبة، لكنه ليس معقد أو مبالغ فيه. في كل مرحلة أو كوكب بتجد ما يقارب 7 رجال آليين لإنقاذهم، وهذا جزء كبير من متعة اللعبة. بعض هؤلاء الرجال آليين بيتطلبوا مهارات جيدة في البحث واكتشاف الطريق للوصول لهم. هناك أيضا مربعات جيكزو تقوم بجمعها تفتح لك خيارات تخصيص للمركبة وزي البطل في منطقة التنقل الرئيسية الهب. أخيرا عندنا نهاية سرية لبعض المراحل بشكل مشابه للي شفناه في لعبة سوبر ماريو وولد على سوبر نتندو، وفي حال أنهيت المرحلة عن طريق سري تفتح مرحلة أو كوكب سري كامل في مجرة سرية إضافية في اللعبة. وعلى ذكر نتندو، فريق أسوبي تعلم مقتبس من الكثير من ألعاب الشركة، وهذا ليس ذما إطلاقا، فلا بأس أنك تسجل إعجابك بالشركة اللي أمضت جل مسيرتها في صناعة ألعاب المنصات. في الحقيقة في أستروبوت في أفكار مقتبسة من بيكمن بشكل واضح، بحيث تقوم تحريك الرجال الآليين الصغار اللي أنقذتهم عشان يساعدونك في أماكن معينة تحتاج مجهود جماعي، مثل حمل صخرة عملاقة أو بناء جسر لعبور وادي، وفي كل مكان بتجد رقم يمثل عدد الرجال الآليين المطلوب لتنفيذ المهمة. عندنا أيضا لحظة واضحة كانت تحية للعبة مترويد بشكل غير مباشر، بخليكم أنتوا تكتشفونها بنفسكم، لكن واضح أن دائرة إعجاب الفريق تعدت أسوار بلايستيشن. ولعلي الآن أتحدث عن واحدة من أجمل مزايا اللعبة، وهي قتال الزعماء. هنا في هذه اللعبة الزعماء ليسوا فقط شيء تواجهه في نهاية سلسلة من المراحل، بل أيضا في بعض الأحيان يكونون جزء من تصميم المرحلة العادية. الزعماء هنا تم تصميمهم بشكل جميل فنيا وحتى من ناحية أفكار اللعب، بحيث أن قتالهم سريع وممتع وفي تحدي جميل، ويوظف فيه أوقات كثيرة بعض القدرات الخاصة اللي تحصل عليها أثناء اللعب. أيضا بعضهم يعود مرة أخرى في مراحل ثانية ولكن بشكل مختلف وأكثر قوة. المثير في أمر هذه اللعبة أنها تحاول أنها تحتفل بالكثير من ألعاب عالم بلايستيشن، لكنها في نفس الوقت أعطتهم درس رائع ولن ينسى. فبينما الألعاب اللي تحتفل بهم تعتمد على العوالم المفتوحة الواسعة والمهام الكثيرة المتناثرة وعملية تصنيع المواد وجمع الموارد وطالة ساعات اللعب والقوائم، قدمت أستروبوت لنا لعبة رائعة تعيدنا إلى الزمن الجميل بشكل لا يوصف. أستروبوت تقدم تجربة خطية المسار وعميقة الأبعاد، تجميعات محدودة ومركزة ومبنية على القدرات الذهنية أكثر من الجهد. نظام لعب بسيط وممتع في نفس الوقت لا يتجاوز استخدام 3 أزرار، وعوالم ساحرة وموسيقى خلابة تترك في ذكراك شيء لا ينسى. اللعبة تملك حرفيا كل ما يجعل لعبة من نوع المنصات تجربة مثالية، وفي نفس الوقت اللعبة عبارة عن استعراض لتاريخ بلايستيشن اللي صنع المتعة والذكريات الجميلة لأجيال من لاعبي الفيديو بطريقة مبتكرة وممتعة ومليئة بالمشاعر. تقييمنا النهائي للعبة 9.5/10.